أهلا وسهلا بكم. في هذا الدرس سنرى كيفية الترقية من إصدار توجيهة لينكس ماند 15 إلى الإصدار 16. الطريقة الرسمية لو ذهبنا إلى موقع التوزيع سنجد أنها تعتمد على 3 خطوات. أن نقوم أولا بعمل نسخة احتياطية لملفاتنا والبرامج المثبتة، وبعد ذلك نقوم بتثبيت النظام كنظام جديد، ومن بعد نقوم باسترجاع النسخ الاحتياطية التي قمنا بها. بالنسبة للنسخة الاحتياطية فيمكن القيام بها عن طريق أداة النسخ الاحتياطي المثبتة افتراضيا في توزيعات لينكس مانت. إذا تبحث عن أداة النسخ الاحتياطي backup tool وستجد هنا إمكانية عمل نسخ احتياطي للملفات، ملف المنزل، أو يمكنك أن تختار الملفات التي تريد وعمل نسخ احتياطية للبرامج المثبتة، ومن بعد أن تثبت النظام تقوم باستعادة الملفات واستعادة البرامج المختارة. الطريقة مشروحة هنا في الموقع الرسمي، وفي الدرس الكتابي ستجدون رابط لهذا الموضوع للموقع الرسمي. بالنسبة لي أستخدم طريقة أخرى هنا موجودة في أسفل الموقع الرسمي، وهي الطريقة الثالثة عن طريق أبت مدير الحزم، حيث نقوم فقط باستبدال مخازن التوزيع بالمخازن الجديدة. هي الطريقة التي أستخدم، ليست طويلة، ليست صعبة، يعني هي غير منصح بها في الموقع الرسمي، لكن بالنسبة لي لم أواجه بها أي مشاكل. إذا سأشرح لكم هذه الطريقة. الطريقة تقوم أولا أن نقوم بتحديث النظام الذي نستخدم حاليا. في حال كنت تستخدم النسخة 15 فيجب أن تقوم بتحديثها، تحديث البرامج والنظام إلى آخر إصدار منه. للقيام بذلك ستجد الروابط في الدرس الكتابي: sudo apt-get update و sudo apt-get upgrade و sudo apt-get test upgrade. هذه الأوامر الثلاث تقوم بتحديث المخازن، تحديث البرمجيات، وتحديث النظام. بعد ذلك، بعد أن تنتهي من هذه العملية، تقوم بتغيير مخازن النظام، حيث بدل مخازن النسخة 15 التي لها الاسم الرمزي أوليفيا تغيره ببيترا. وبما أن توزيعات لينكس من تعتمد على مخازن أوبونتو فأيضا تغير مخازن توزيعات أوبونتو رارين 13.04 إلى سوسي 13.10. هذا السطر هنا فقط تقوم بنسخه، وفي الطرفية تقوم بلصقه كنترول شيفت في، ستطالب بكلمة السر وانتهى الأمر. لن يعطيك أي رسالة، فقط يقوم باستبدال هذه الكلمة بهذه الكلمة وهذه الكلمة بهذه الكلمة في ملفات حزم النظام sources.list، وفي الحزم أو المخازن التي قمت بإضافتها يدويا. في حال كنت قمت بإضافة ملفات يدويا أو مخازن يدويا فتكون في ملف sources.list. دي وجميع الملفات الموجودة فيها. إذا هذا سطر بسيط تقوم بإدخاله، بعد ذلك تعيد نفس الأوامر التي قمت بها من قبل، لكن حين تقوم بهذه العملية الآن سيقوم البرنامج، برنامج apt-get من الطرفية، سيقوم بالاتصال بمخازن التوزيع أو الإصدار الجديد، الإصدار 16 سواء من لينكس مانت والإصدار 13 من أوبونتو، سيقوم بالاتصال بمخازنها وجلب التحديثات، فتحدث توزيعتك أو يحدث إصدارك إلى الإصدار الأخير. يمكن أن يأخذ التحديث وقت طويل على حسب عدد البرامج المثبتة لديك، لأنه سيقوم بتحديث النظام والبرامج كاملة. بالنسبة لي كان حوالي 700 ميجا على حسب سرعة الإنترنت، يمكن أن يأخذ بعض دقائق أو بعض ساعات. بعد أن تنتهي تقوم بإعادة التشغيل، ويجب أن يكون كل شيء على ما يرام. يمكنك الدخول لمصادر البرمجيات من قائمة التطبيقات، وتجد هنا بأنه لديك فعلا النسخة 16 بيترا، فيكون التحديث أو الترقية قد انتهت بنجاح. هي الطريقة التي أستخدم دائما، استخدمتها من الإصدار 14 إلى 15 ومن 15 إلى 16 ولم أواجه بها أي مشكلة. من يستخدم الإصدار 13 وهو إصدار مدعوم لمدى طويل LTS فلا يمكنه الترقية مباشرة إلى الإصدار 16، ولا أنصحه أيضا بالترقية للإصدار 16، بل ينتظر حتى الإصدار المدعوم لمدى طويل القادم. لكن يمكنه الحصول على المميزات التي في الإصدار 16 كواجهة سينامون 2
بالإصدار 2 أو ميت بإصدارها الأخير، لكن الطريقة مختلفة، سنراها في درس مستقل إن شاء الله. إذن بهذا أكون انتهيت من هذا الدرس، ونلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.